للحديث أكثر عن العرض أكيد معنا بالاستوديو مخرج وكاتب العمل الأستاذ سامر إسماعيل. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يا هلا، صباح النور. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي عن عمل تصحيح ألوان، بما أنه حضرتك الكاتب والمخرج، خلينا نحكي يمكن كيف نبعت هيدي الفكرة وكيف تم العمل عليها. مثل ما شفنا بضمن التقرير، مسرح الأباني شاهد على إبداع أشخاص بهذا العمل. حقيقة مسرحية هي نتاج عمل لفترة سنة تقريبا. النص أنا لا أكتب أدبا مسرحيا، أكتب مباشرة للخشبة. بهذا المعنى توصلت إلى نص هو نص مكتوب للخشبة. جاءت المرحلة الثانية أثناء البروفات بالكتابة مع الممثل، المرحلة التي هي التي أعتقد أنها هي الأهم في صياغة أي عرض مسرحي، كون البروفا هي الزمن الأصلي للعرض. من هنا استطعت أن أقدم الصيغة تقريبا النسخة السابعة من هذا النص لمديرية المسارح والموسيقى، والحقيقة كان لي شرف أنه نقدم هاي التجربة بإنتاج لوزارة الثقافة السورية. وهو طبعا التجربة الثانية مع المسرح القومي بعد عرض ليلي داخلي اللي قدمناه 2013، وكان في له جولة بمختلف المهرجانات العربية والدولية. كان لنا شرف تمثيل المسرح السوري في مهرجان قرطاج الدولي، وفي مهرجان المسرح العربي، ومهرجان مالمو بالسويد، وفي كل المحافظات والمدن السورية. اليوم الحقيقة نعود عبر تصحيح ألوان، أتابع ما بدأته في ليلي داخلي بنفس الخطوات ونفس الأسلوب. على صعيد المقولة، على صعيد المضمون، أقدم هنا نبش لواقع بعض النخب التي للأسف الشديد انكفأت أو صمتت أو تم شراءها. الجميع يعرف أن النخب في سوريا، لا أقول كل النخب طبعا، كان لها دور بما يحدث من حرب تشن على بلادنا الحبيبة. أتوقع أن دور النخبة حاسم هنا، ليس بأن تتبع هذه النخبة الشارع، وإنما أن تكون هذه النخبة بوصلة وعي الشارع وللناس. من هنا الحقيقة أحببت أن أقدم زاوية من هذا الواقع الذي للأسف الشديد اليوم نعرف هذا الانقسام الحاصل بين النخب، وخاصة بين نخب المثقفين والفنانين. لذلك توجهت بالعرض، كان توجه العرض نحو هذه النقطة على صعيد الصياغة البصرية والصياغة الفنية. الحقيقة كان هناك جهد كبير للأستاذ يوسف المقبل والأستاذة مريانة معلولي، وطبعا بمشاركة لطيفة من الأستاذ أيمن زيدان عبر الصوت في هذا العرض. والحمد لله حتى الآن احنا 5 أيام عرض، الجمهور لم ينقطع، الجمهور يأتي بكثافة إلى مسرح القباني، وهذه الثقة كبيرة الحقيقة حملنا إياها المسرح القومي، وخاصة أننا نعرض على خشبة مسرح القباني، هذا المكان العابق بأرواح عشرات الفنانين والكتاب والمخرجين الذين قدموا عروض على هذه الخشبة. يعني الكاتب والمخرج سامر محمد إسماعيل حكيت لنا أنه أنت كتبت للخشبة، وهذا العمل هو قمة بالإبداع ومن الأعمال الأكثر صعوبة، ولكن يصل طبعا للي عم يشوفه بيصلوا بطريقة كتير حلوة. تم اختيار الفنان أيمن زيدان للأداء الصوتي، ليش حبيت تختار أيمن زيدان كبصمة صوت هي من بين كل الفنانين؟ والحقيقة يعني طبعا أستاذ أيمن أول شيء قرأ النص، حب كتير، قلت له بما أنك حبيت بدك تعملنا صوت الأب. والحقيقة يعني كان أستاذ أيمن متعاون جدا بهذا الموضوع، وفعلا رحنا على الاستوديو وسجلنا، وكان دائما هيك نتناقش ببعض الأشياء اللي لها علاقة بالنص. وهذا الحقيقة يعني أستاذ أيمن زيدان ابن مسرح، وهو يهمه يعني لديه شجن بأي تجربة مسرحية أن تصل وأن تبصر الضوء، ودعم كبير. نعم،
بالمقابل هناك يعني أيضا هذا الجهد الكبير الذي حققه الأستاذ يوسف المقبل كما قلت والأستاذة مريانة معلولي بطلاي العرض، اللذين الحقيقة بذلا جهدا مضاعفا. لماذا؟ لأنه نحن يعني أنجزنا العرض في 25 بروفا، فهذا كان في الحقيقة كان يعني زمن قياسي لإنجاز عرض. هناك حماس كبير، هناك شغف كبير، النص راهن طازج، بعيد عن التفاصح، بعيد عن النبرة الخشبية، بعيد عن القوالب الجاهزة. نحن نشتغل تقريبا إذا صح التعبير نشتغل وفق شروط المسرح الطبيعي. لم نرد أن نقدم مسرحا معلبا، لم نرد أن نقدم مسرحا بعيد عن هواجس الجمهور. أردنا أن نشتبك مع الواقع مباشرة عبر هذا العرض، بعيد عن الفلترة، بعيد عن مكياجة أي شيء. طبعا العرض بمثابة مراجعة لفترة غنية ومهمة من حياة سوريا والسوريين، هي فترة الثمانينات في سوريا. هذه الفترة التي كان هناك الحقيقة أيضا شيء مشابه لما يحدث اليوم في عز هذه الحرب التي تشن على بلادنا الحبيبة. المراجعة تتجه مباشرة إذا أردنا نحو اليسار، ليس كل اليسار. نعرف أن اليسار العربي انكفأ بشكل كبير على الساحة السياسية والساحة الاجتماعية، لكن وحتى الثقافية، لكن أيضا نريد أن نقول أن بعض هذا اليسار للأسف الشديد تاجر بمظلوميته ووضع يده في يد اليمين المتطرف فقط من أجل مصالحه الشخصية الضيقة. هذا حدث في الثمانينات للأسف الشديد. هذا التحالف بين بعض اليسار واليمين المتطرف التكفيري تكرار. والحقيقة صار هناك تكرار لهذا الواقع اليوم. نعرف دون ذكر أسماء عشرات الأسماء التي خذلتنا في هذه الحرب، والتي ذهبت مثلا تطلب الديمقراطية والحريات مثلا من السعودية على سبيل المثال. حقيقة شيء يندى له الجبين. نحن لا نخون أحد، كما أننا لا نكفر أحد. نحن نعرض لواقع، نأخذ زاوية ونترجمها على الخشبة بصياغة عرض مسرحي. الأهم من هذا وذاك ليس فقط المقولة، كيف صنعنا هذه المقولة، كيف استطعنا أن نصل إلى صيغة عرض 55 دقيقة. كان هناك تركيز كبير على أن يكون النص مشوق، أن يكون الإيقاع لاهث، أن تكون الشخصيات واضحة، أن تكون الشخصيات غنية. بعض الجمهور قال لي نحن شعرنا وكأننا نتابع فيلم سينمائي. الحقيقة إذا وصلنا إلى هذه الحساسية على الخشبة فهذا الحقيقة مهم للغاية. فعلا يعني أستاذ يوسف المقبل والأستاذة مريانة معلولي بذلوا جهد كبير مع فريق العمل، هناك في السينوغرافيا الأستاذ أدهم سفر، في تصميم الديكور الأستاذ زهير العربي، في تصميم الإضاءة الأستاذ نصر الله سفر، الأزياء الأنسة سهى العلي، الموسيقى رامي الضلي، التقنيات الأستاذ بسام حميدي، الدراماتورج لؤي ماجد سلمان، المخرج المساعد بسام البدر، وأسماء الحقيقة كثيرة تحضرون أكيد. ونحن بدورنا اشتغلوا نقلهم الله يعطيكم العافية وبدنا نوجه لهم تحية. أستاذ سامر، يمكن عديد من أو نجاحات المسرح أو أي مسرحية أو أي عمل من وجهة نظر من مخرجين معينين يمكن تعتمد على وجوه ونجوم معروفة جدا لحتى تدعمها بنجاح هيدا العمل. اليوم قديش مهم أنه خشبة المسرح تشهد على إبداع شباب يمكن هن احترافيين أكثر من عديد من أشخاص. رامي الضلي مثلا هو طالب صحيح. قديش هي لازم تندعم أنتو كمخرجين أو كتاب، قديش لازم أنتو توجهوها بالطريق الصح لحتى هي تظهر على أو تأخذ تحقها صح.
الحقيقة يعني أنا عندي موقف من هي القصة، لا يوجد هناك يعني شباب أو كهولة في هذا في هذه المسألة. قد تجدين مخرجا أو ممثلا في عمر 70 و80 سنة ويكون أكثر شبابا من يعني شاب في مقتبل العمر. الشباب بالنسبة لي هو ليس شريحة عمرية، وإنما هو موقف متجدد من الحياة وموقف من الفن، أو كيف ننظر إلى فن المسرح. معنى الأستاذ يوسف المقبل العمر الطويل عمره 60 سنة، بس أنا بعتبره أكثر شبابا من كثير من الشباب. الأستاذ يوسف مثلا كان يشتغل لمدة 4 أو 5 ساعات في اليوم بروفات قاسية. إذا أتيتم وشرفتونا وحضرتوا العرض رح تعرفوا شو أنا عم بعني، لأنه الممثل عم يخلص، الله يخليكي، في يعني الممثل عم يخلص العرض، إن كان الأستاذ يوسف أو الأنسة مريانا عم يخلصوا العرض وهني عم يسبحوا بعرقهم. في جهد كتير كبير مبذول على الخشبة، في إيمان بأنه اليوم فن المسرح هو الفن الأجدى، وليس التلفزيون وليس أي فن آخر. لماذا المسرح؟ لأن المسرح هو ظاهرة اجتماعية يجب تكريسها، لأن هذا المكان هو المكان الأول لصياغة الحوار في أي مدينة. لا يمكن أن يصاغ الحوار في السوق أو في الحدائق أو في المولات. الحوار يصاغ في أولا وأخيرا يصاغ في المسرح وفي صالات السينما وعبر الأمسيات الشعرية والأمسيات الفنية والموسيقية. هذا مهم لمدينة بحجم دمشق التي كانت وما زالت قاطرة الوعي العربي عبر سنوات وعقود طويلة. لذلك نحن في مسرح القباني أعتقد أننا مع كل الفنانين الذين قدموا عروض لهذا الموسم والمواسم الفائتة في الحرب، ندافع عن أماكننا، ندافع عن هذه الأماكن التي هي جوهر أي مدينة قادرة أن تصيغ حوارا حقيقيا بعيد عن منصات السياسة. نعم. موفقين بالعروض ل 22 الشهر، تصحيح ألوان على على خشبة مسرح القباني بجهود سورية 100% بإبداع سوري عم تشهده خشبة المسرح. نحن كثير بدنا نتشكرك الكاتب والمخرج سامر إسماعيل. شكرا. موفقين بجميع أعمالكم وشكرا كثير لحضورك. أنا كمان بدي لكم شكرا، وشكرا للإخبارية السورية، وتحية ل يعني قدس الأقداس الجيش العربي السوري. نعم، شكرا كتير. شكرا كثير لك، يسعد صباحك، ونحن بنتشرف نكون معك بباقي العروض. شكرا كثير لك المخرج والكاتب سامر، شكرا كثير لحضورك.